اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير النقل كامل الوزير. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي والتشغيلي لعدد من مشروعات وزارة النقل، خاصة ما يتعلق بمنظومة القطار الكهربائي السريع. ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة العمل على تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية والوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ والارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجال اللوجستيات والتجارة، وذلك في إطار الخطة التنموية للدولة لبناء وتطوير القدرات الذاتية والنهوض بالاقتصاد القومي. التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في مقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة ومستجدات جهود تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية. واستعرضت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع نتائج زيارتها للصين التي تعد الأولى منذ جائحة كورونا، حيث شهدت الزيارة توقيع مصر على مذكرة تفاهم حول مبادرة التنمية العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2021 والتي تدعم الشراكة المصرية الصينية. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقيات تهنئة للرئيس السيسي وقيادات الدولة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 71 لثورة يوليو المجيدة. وقال وزير الداخلية إن الشعب المصري سطر في ثورة يوليو جنبا إلى جنب مع قواته المسلحة أسمى معاني الوطنية والوفاء حين التف حول جيشه وخلد في سجل النضال الوطني ملحمة ترسخ للأجيال المتعاقبة قيم العطاء والولاء لتنعم مصرنا الغالية وشعبها الأبي بمستقبل مشرق مفعم بالآمال والطموحات. أعلنت حكومة العراق أنها طلبت من السفيرة السويدية في بغداد مغادرة البلاد واستدعت القائمة بأعمالها في ستوكهولم، فيما أخطرت حكومة السويد بالذهاب لقطع العلاقات الدبلوماسية في حال السماح بحرق المصحف مجددا. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن رئيس الوزراء طلب من السفيرة السويدية في بغداد مغادرة الأراضي العراقية ردا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق المصحف وحرق العلم العراقي، كما وجه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم. قال موقع ذا أتلتيك إن الأهلي السعودي توصل الاتفاق النهائي مع مانشستر سيتي الإنجليزي لضم رياض محرز. وأضاف ذا أتلتيك أن الأهلي وافق على دفع 35 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كحوافز. ووفقا للتقرير فإن النجم الجزائري سيرتدي قميص الأهلي السعودي لمدة 3 مواسم مع إمكانية التجديد لعام رابع إضافي.